كلكم حجين سرع على الكواية ما شاء الله. والله عاد اللي يجيب وياه كواية في السفريات يصير باشا، والله يصير باشا. بدويش ما شاء الله عليه مخه نظيف على غباء، لأن في أشياء ما تفوته. لأنك أنت تبغى تعجب الناس. يلا ويلا يلا إحنا شو نجيب شو نخلي؟ ساعدين ساعدين حبيبي. يلا عاد اخلص عاد من مساعدة كذا، اخلص عاد. هذا قلت تستاجل لنا، تستاجل كم مغسلة. أي شيء بالركاد وبالضمير. اشتغل بالضمير، اشتغل بالضمير. سويمي يوم قلنا هلا قال لنا 14 ريال، صح؟ لا علاقة الخمسة ريال والله يصبرنا بخمسة تكوي خمسة، والله رخيص والله. خمسة في محل لك لا تروح مغسله ولا نص ساعة الثوب، نص ساعة يشغل نظيف، يشتغل الضهنية يشغل نظيف، نص ساعة يشغل نظيف. خله خلاص خلاص خلاص، ما اقول شيء ما اقول شيء خلاص. انا كويت نص كوي يا حبيبي خلاص. هذا وحشك حقك ذكرني بعمل مغسله يوم العيد. ما انت تحاكي اعتذر 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 يا ابو دويش حبيبنا، نبي نكوي ذي الفنيل الله يعافيك. ما تشوفهم سره؟ ها؟ ما تشوفهم سره قاعدين؟ يعني اصف سره؟ اصف سره. اخر شيء شفت الكبس الازرق؟ ايه بالقاعد هناك. ايه انا ورا. اي نعم. زين كم الكاوي عندك بعدهم؟ خمسه. زين انا ابي مستعجل بعطيك 10. ايه؟ ب10 بس. 10؟ ايه بس نبي مستعجل الله يعافيك. ما بعد الحركه يعني، ما بعد الصراحه ما عليك ويذوب اول شيء وخلص بسرعه، وبعدين وبعدين يعني بعدين انت تجيب سرعه سريع سريع. ها سريع سريع بتخلصها؟ لا انا مستعجل بعد عمري، انا ادفع 15 بس. مرتبعات تحرك عليه خليه خلص انا 15 يا ابو دويش. مرتبعه خل ابو دويش ابو دويش حبيب قلبي ما بلي ساعه. اصبر دقيقه. 15 ثلاثة أشخاص. أقول لا من نتك ولا من نت، أروح مغسل أحسن لي. موافق أحسن لي. ثلاثة أشخاص، إحنا 24، إحنا 24. ما عليه ما عليه، بدويش ما عليه. يلا راح 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 بعد إذنكم يا شباب. والله كيف بيكوي لك وحنا قاعدين نستعجل.